ينضم إلينا هاتفيا من بيروت العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيادة العميد. يعني بداية، ستكون في رأيك هذه الهجمات على بيروت والجنوب اللبناني والتصعيد الإسرائيلي المتواصل والقصف الجوي على لبنان، كيف تراه وما معناه؟ مساء الخير. يعني التصعيد والهجمات على لبنان ليس فقط على الجنوب بل على البقاع وعلى الطريق الذي يصل بيروت بالبقاع وعلى أهداف عديدة. يعني وسمعتم في الأسبوع المنصرم عملية الخطف التي تمت على الساحل اللبناني الشمالي، يعني لم يتغير شيء. هذا التصعيد وإن يعني بدأ أحيانا أن هناك نوع من الهدوء في لبضعة أيام أو لبضعة ساعات، فإن ربما يقرأ ذلك من قبيل يعني ما هو استثنائي. أما وتيرة الهجمات التي أضحت يعني جزءا من الحياة اليومية للبنانيين فهي هذا العدوان المستمر. طبعا لم يعد يعني غريبا أو ربما مدعاة للتفاؤل لماذا هذه الحرب أضحى واضحا، يعني أن هناك اتجاه كبير تقوده الولايات المتحدة لإنهاء وجود أذرع إيران في المنطقة، وهناك طبعا يعني التباس في الموقف الإيراني الذي يحاول أن يختبئ خلف جبهات يعني تقودها أذرع طهران بالواسطة أو بالوكالة. فالحرب مستمرة في لبنان ليس لأنه هناك قرار غير قابل للتغيير من قبل حزب الله، لأن حزب الله ليس لديه قرار، يعني لا يملك قرار أن يوقف الحرب أو أن يقدم صيغة للتسوية. فالقرار في طهران والحرب في لبنان والدمار في لبنان، وطبعا الدولة غير موجودة، يعني ليس هناك من قدرة لرئيس المجلس النيابي الذي هو حليف حزب الله أن يفترق عن القرار الإيراني، والحكومة طبعا لا تستطيع بحكم الضغط السياسي في تركيبتها الذي يمارسه حزب الله عليها أن تتخذ قرارا يعني صريحا بتطبيق 1701. هي وإن امتلكت التعبير عن ذلك فهي لا تمتلك كيفية تطبيق القرار ولا تمتلك يعني القدرة على الضغط على حزب الله وحلفائه للانصياع لقرارها. وبالتالي في ظل كل هذه المعايير المتضاربة العدوان مستمر على لبنان، واعتقد انه مع وصول ترامب الى السلطه. ولكن يعني هل تعتقد سياده العميد ان نتنياهو يستغل هذه الفتره وانشغال الاداره الامريكيه بنقل السلطه ومرحله البطه العرجاء حتى يحقق اهدافه الخبيثه؟ يعني اولا اعتقد انه نتنياهو في خلال يعني ايام الاداره الماضيه كان يقوم بما يريد ان يقوم به، يعني لانه في النهايه صحيح انه كانت اداره بايدن تحاول القول أنها تسعى لوقف إطلاق النار، ولكن في النهاية كما قلت في البداية القرار أمريكي بتصفية أذرع إيران، ولكن يعني ربما تحاول دائما أن تلعب واشنطن هذا الدور بأنها قوة كبرى وبأنها لا يمكن أن تكون جزء من الصراعات، ولكن في النهاية العدوان الإسرائيلي هو عدوان مدعوم أمريكيا وهو عدوان يعني لا يمكن يعني أن يتوقف لمجرد يعني أن تغير رئيس أو انتهت صلاحية إدارة وبدأت إدارة أخرى. يعني أنا لا أعتقد أنه هو بحاجة ربما لهذه الفترة لكي يحقق أهدافه، هو يحققها بشكل دائم، وأعتقد أن الإدارة الجديدة لن تكون بعيدة يعني عن هذه الأهداف حتى وإن يعني ظهرت هناك بعض الاختلافات في الطريقة. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك.